والشكر لك ما دامت النعماء لك فاغفر لعبد قال لك: الذنب لي والعفو لك. مرحبا بكم ابنائي وبناتي طلاب وطالبات الشهاده الثانويه الازهريه. ومع هذه المراجعه النهائيه لماده الحديث الشريف حيث نتعرض لبعض الاسئله الوارده على بعض هذه الاحاديث من كتاب تيسير فتح المبدي بشرح مختصر الامام الزبيدي للعلامه عبد الله الشرقاوي رحمه الله تبارك وتعالى. في هذا اللقاء ناخذ عددا من الاحاديث مع بعض الاسئله على هذه الاحاديث لعل سؤالا منها ياتي او بمثلها تاتي الامتحانات حتى يتدرب الطالب على الامتحانات والجواب عليها. معنا الان حديث نبوي كريم يرويه لنا سيدنا عباده. ابن الصامت رضي الله تبارك وتعالى عنه. هيا بنا الى هذا الحديث. عن عباده بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت السيده عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها او بعض ازواجه: انا لنكره الموت. قال ليس ذاك ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه كره لقاء الله وكره الله لقاءه سؤال ما معنى حضره الموت أي ساعة الوفاة. إنسان محتضر في ساعة الوفاة. فليس شيء أحب إليه مما أمامه. ما معنى هذه الجملة؟ أي مما يستقبله بعد الموت. أيضا سؤال في المباحث العربية. من أحب. ما إعراب من هنا؟ من هنا شرطية وقيل أنها موصولة. أي من أحب هنا من اما ان تكون شرطيه واما انها تكون موصوله بمعنى الذي لقاء الله مصدر مضاف للمفعول لقاءه مضاف له او للفاعل وقد اظهر لفظ الجلاله هنا في هذا الحديث في قوله عليه الصلاه والسلام احب الله لقاءه وقوله كره الله لقاءه تفخيما وتعظيما وتلذذا بذكره سبحانه وتعالى ولئلا يتحد المبتدا والخبر في صوره واحده فيتوهم عوده الضمير على الموصول وهو من وهذا فاسد هذا معنى فاسد يتحول عليه معنى فاسد وترتب عليه معنى فاسد فلذلك احتاج الى المغايرة ولكن المؤمن بتشديد لكن ونصب المؤمن ونصب المؤمن هنا في الحديث وفي نسخه بالتخفيف ورفع المؤمن ايضا في بعض الروايات قالت عائشه او بعض ازواجي او هنا للشك وفي بعض الروايات الجزم بان عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنها هي القائله انا لنكره الموت، فاذا جاءت الاسئله يكون الجواب بما ذكرنا. بين معنى محبه العبد للقاء الله. قال الامام الخطابي رحمه الله تعالى محبه اللقاء ايثار الاخره على الدنيا. ولا يحب الانسان طول القيام فيها ولا المكث فيها، لكنه يستعد للارتحال عنها. واللقاء جاء على وجوه منها اولا الرؤيه ومنها ايضا البعث قال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله في سوره الانعام اي بالبعث ومنها الموت كقوله تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لات في سوره العنكبوت اذا لقاء الله يقصد به اما ان يكون معناه الرؤية وإما رؤية الله سبحانه وتعالى وإما البعث وإما الموت قال ابن الأثير رحمه الله تعالى المراد باللقاء المصير إلى الدار الآخرة وطلب ما عند الله تعالى وليس الغرض منه الموت لأن كلا يكرهه فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله تبارك وتعالى والعياذ بالله سؤال آخر بين معنى محبة الله لقاء عبده سؤال الأولاني بين محبة العبد لقاء الله أما هذا السؤال بين معنى محبة الله لقاء عبده ومحبة الله لقاء عبده هي إرادة الخير له وإنعامه عليه فإن قلت الشرط لابد أن يكون سببا للجزاء والأمر هنا بالعكس فالجواب أن مثله يؤول بالأخبار أي من أحب لقاء الله او بالاخبار او بالاخبار اي ان الله اخبره بان الله يحبه لقاءه وكذا كراهه اللقاء. اذا يمكن ان ياتي سؤال اخر وفق بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى في هذا الباب. توفيق بين هذا الحديث والاحاديث الاخرى في هذا الباب والجواب ان ظاهر هذا الحديث المراد فيه بلقاء الله هو الموت. وليس كذلك لأن لقاء الله تعالى فسر في الحديث بغير الموت ففيه إنا لنكره الموت قال ليس ذاك ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام في رواية أخرى والموت دون لقاء الله لكن لما كان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله لأنه لا يصل إليه إلا بعد الموت قال بعضهم الموت جسر يوصل الحبيب إلى حبيبه، وقد ورد في حديثٍ يرويه لنا حميد عن أنس عند الإمام أحمد والنسائي والبزار ولكن المؤمن إذا احتضر جاءه البشير من الله تعالى فلم يكن شيء أحب إليه من لقاء الله عز وجل فأحبّ الله لقاءه وأحبّ لقاء الله تعالى وفي روايةٍ رواها عبد الرحمن بن أبي ليلى من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال فاكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم فقالوا انا نكره الموت قال ليس ذلك ولكنه اذا حضر فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنه نعيم فاذا بشر بذلك احب لقاء الله والله للقائه احب وفي حديث عائشه رضي الله تعالى عنها في مسند عبد بن حميد مرفوعا اذا اراد الله بعبد خيرا قيض له ملكا قبل موته بعام يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان عليه فاذا حضر وراى ثوابه اشتاقت نفسه فذلك حين احب لقاء الله واحب الله لقاءه وإذا أراد الله بعبد شرا والعياذ بالله قيض الله له قبل موته بعام شيطانا فأضله وفتنه حتى يقال مات بشر ما كان عليه فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب جزعت نفسه والعياذ بالله فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه يدل هذا الحديث ايضا أبنائي وبناتي على ان محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت لأنها ممكنة مع عدم تمنيه لأن النهي في هذا الحديث محمول على حال الحياة المستمرة محمول على حال الحياة المستمرة أما عند الاحتضار عند الموت والمعاينة فلا تدخل النهي بل هي مستحبة يعني إذن النهي محمول على حال الحياه التي الباقيه التي يعيش في الانسان، اما حين الموت فلا يكره حينئذ ان يتمنى الانسان الموت اي التعجل في سكرات الموت. ابنائي وبناتي هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان الذي يتشوق الى لقاء الله تبارك وتعالى وان من يحب ربه سبحانه وتعالى فان الله تبارك وتعالى يعطيه حبا ورحمه ومنحه وفضلا وتوفيقا وتسديدا وتوفيقا للطاعات فيكون هذا الانسان بمقدار حبه على مقدار التوفيق وعلى مقدار قربك من الله تبارك وتعالى وعلى تلمس ابواب الطاعات والذهاب الى ابواب الخيرات والتنافس في الطاعات على اساسه يكون حب الله تبارك وتعالى لهذا الانسان، وكذلك الانسان الذي يكره لقاء الله وليس معناه الموت لان النبي عليه الصلاه والسلام نفى هذا المعنى عن هذا الحديث ان المقصود بلقاء الله الموت ليس هذا هو المقصود. ولكن الانسان الذي يبتعد عن الطاعات ولا يرغب في ابواب الخيرات هذا الانسان والعياذ بالله تبارك وتعالى يكره لقاء الله بحاله وبفعله. فهذا ايضا يكره الله تبارك وتعالى لقاءه، الله سبحانه وتعالى يهمله. لا يريد الله لقاءه لانه انسان عاصٍ عاش حياته بعيدا عن الله. اما الانسان الذي احب الله فجرى وسعى ومشى في ابواب الخيرات، هذا الانسان الله سبحانه وتعالى يعطيه جزاء من عنده حب مبادله هذا الحب بحب اشد. من هذا الحب الذي احبه هذا الانسان ثم بعد ذلك يوفقه الى الطاعات ويسدد رايه حين يتكلم ويسدد افعاله ويسدد اقواله فانه يرى بنور الله لانه طائع لله. اما الانسان العاصي الذي ابتعد عن طريق الله ويكره طريق الله فان الله يكره لقاءه. ابنائي وبناتي تعالوا بنا لننظر في حديث اخر ونتعرض لبعض الأسئلة التي يمكن أن تأتي على هذا الحديث وهو حديث لسيدتنا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها فهيا بنا إلى نص هذا الحديث تروي لنا السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابث ثوبي زور. هذا الحديث حديث عظيم نحتاجه في هذه الايام ويعلمنا ادابا عظيمه ولكن يمكن ان تاتي عليه بعض الاسئله. اولا في معاني المفردات. ما معنى المتشبع في هذا الحديث؟ المتشبع في هذا الحديث هو المتكثر بأكثر مما عنده يتجمل به ويتزين بالباطل أما قوله بما لم يعطى بالبناء للمجهول هنا أن يقول أعطاني ما لم يعطني يتجمل بذلك يدعي أن فلان أعطاه وهو لم يعطيه شيئا إن لي ضرة ما معنى الضرة هنا الضرة نعرفها أي هي المرأة الأخرى لزوجي وسمي الضرة إما لأنها تضرها أو تريد ضررها هي الزوجة الثانية لكل امرأة جناح ما معناها هنا أي إثم أو بأس أيضا وردت كلمة أو جملة كلابس ثوبي زور ما معناها معنى هذه الجملة هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية شيء ثوب يتسلفه من أحد الناس أو عارية يظن الناس أنهما له ولباسهما لا يدوم فيفتضح هذا الإنسان بكذبه لأن نستعرف بعد ذلك أن هذا ليس لبس له بل أجره من أحد أو غير ذلك وأراد بذلك تنفير المرأة عما ذكرت خوفا من الفساد بين زوجها وضرتها فتورث بينهما البغضاء ثم هنا مباحث بعض المباحث العربية قوله المتشبع أصل التشبع تفعل من الشبع وهو الذي يظهر الشمع وليس بشبعان وكثيرا ما تاتي هذه الصيغه بمعنى التعاطي كالتكبر والتصنع ايضا كلابس ثوبيزور فيها وجه بلاغي شبه بلابس بلابس ثوبيزور اي ذي زور وهو الذي يتزين بزي اهل الصلاح رياء والعياذ بالله واضاف الثوبين اليه لانهما كالملبوسين واستعير للمتحلي بفضيلة لم يرزقها. وأراد بالتثنية في هذا الحديث ثوبي زور أن المتحلي بما ليس فيه كمن لبس ثوبي زور ارتدى بأحدهما واتزر بالآخر، الإنسان الذي يلبس جلباب ثم عباءة، فالإشارة بالإزار والرداء إلى أنه متصف بالزور من رأسه إلى قدمه. ويحتمل أن تكون التثنية إشارة إلى أنه حصل بالتشبع حالتان مذمومتان الحالة الأولى فقدان ما يتشبع به وإظهار أيضا الباطل وقيل معناه المظهر للشبع متشبع المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب المتلبس بالباطل وشبه الشبع بلبس الثوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيها حقيقيا أو تخييليا ولكن هنا سؤال هل الثوبان محمولان على الحقيقه او على المجاز في هذا الحديث والجواب على قولين فعلى الاول على انه حقيقه معناه انه شبهها بمن اخذ ثوبين لغيره بغير اذنه فلبسهما مظهرا ان له ثيابا ليس مثلها للمظهر له وعلى الوجه الثاني الذي قال انها مجاز أن أنه ذكر الثوبين هنا كناية عن حاله ومذهبه، والعرب تكني دائما بالثوب عن حال لابسه، والمعنى أنه بمنزلة الكاذب القائل ما لم يكن وما لم يوجد، وقيل هو الرجل في الحي تكون له هيئة، فإذا احتيج إليه في شهادة زور شهد بها، فلا يرد لأجل هيئته وحسن ثوبه، فأضيفت شهادة الزور إلى ثوبه إذ كان سببها أي كان لبس الثوب ولبس هذه الهيئة الفخيمة جعلت الناس يصدقون كلامه وهو كذاب مزور وقيل هو أن يلبس قميصا يصل بكمه كما آخر يرى أنه لابس قميصين ومع ذلك هو لا يلبس إلا قميصا واحدا ثم كم زائد وهنا يمكن أن يأتي سؤال ما هي قصة ورود هذا الحديث والجواب أن السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن لي ضرة هذه الضرة هي أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط وسألته هل يجوز لها أن تظهر لضرتها أن زوجها الزبير بن العوام قد مكنها أو أعطاها من ماله أكثر مما تستحقه أو أكثر مما أعطى ضرتها افتخارا عليها وايهاما لها انها عنده احظى منها يعني هي اكثر حظا ومحبه منها فاجابها عليه الصلاه والسلام بما يقتضي المنع من ذلك لان هذا سيحدث البغضاء سؤال اخر هل النهي هنا عام يشمل الرجل والمراه نعم النهي هنا عام يشمل الرجل والمراه فقد جاء نهي النبي عليه الصلاه والسلام عاما يشمل المراه يكون لها ضره وتتظاهر امام اختها الاخرى زوجه الاخرى وتتكاثر بما لم يعطها زوجها تدعي من الحظوه عند زوجها باكثر مما عنده تريد بذلك غيظ صاحبتها وادخال الحزن عليها ويشمل ايضا كل من يدعي ما ليس عنده يستطيل به ويتكبر به على غيره من خلق الله إذن هذا شأن عام للرجل والمرأة أن يتظاهر الإنسان بأن فلانا يحبه أكثر من فلان هذا يحدث البغضاء والشحناء ثانيا حكم تشبع المرأة على ضرتها أو التكثر الحديث يدل على أن تشبع المرأة على ضرتها بما لم يعطها زوجها محرم لأنه شبه بمحرم وهو لبس ثوب الزور وانما كان ذلك محرما لانه تصرف في ملك غيره بغير اذنه بغير اذنه ورياء ايضا واذى للضره من نسبه الزوج الى انه اثرها عليها وهو لم يفعل وكل ذلك محرم. ابنائي وبناتي هذا الحديث فيه قاعده نبويه للبيوت هذا الحديث يؤسس لفكره الاستقرار في بيوت المسلمين فانسان تزوج بامراتين كيف ينظم العلاقه بينهما السنه وضحت هذا في احاديث كثيره ثم بينت السنه ايضا كيف تتعامل الزوجه مع الزوجه الاخرى لزوجها هل تظهر امامها وتكيدها بان تقول لها بان زوجي اعطاني كذا وكذا فتظن الاخرى انه يعطي هذه اكثر ويحرم هذه من الأموال ومن العطاء ومن الكلام الطيب والكلام الجميل هذا النبي عليه الصلاة والسلام بين أن هذا محرم والعلماء رضي الله تعالى عنهم أخذوا أيضا استنباطا جميلا من هذا الحديث أن هذا الحديث عام يشمل الرجل والمرأة ليس خاصا بالرجل وليس خاصا بالمرأة فقط بل يشمل أيضا الرجل حتى في العلاقات العامة التي تحدث الضغينه والبغضاء بين الناس، فرجل يقول صاحبي هذا، رجل له صاحبان، فيقول صاحبي هذا اعطاني اكثر مما اعطاك، او انه يحبني اكثر مما يحبك، يبادلني اكثر مما يبادلك، هذا الانسان بذلك يفسد العلاقه بين هذا الانسان وهذا الزميل والصديق، بذلك يدخل ايضا في نوع من الحرمه لانه يحدث شقاقا بين الاصدقاء، فهذا الحديث يبين قاعده كبيره وواضحه عظيمه من القواعد التي تستقر بها البيوت وتسعد بها النفوس، فبين النبي عليه الصلاه والسلام ان المتشبع المتكثر بما لم يعطى كانه شخص يلبس ثوبي زور، يلبس جلبابا ثم يلبس فوقه شيئا اخر كانه يلبس جلبابا وعباءه، كانه تشبع وتلبس بكل معاني الزور لانه يحاول ان يبين للناس او تحاول هذه المراه ان تبين لأختها أو لضرتها أن زوجها يحبها أكثر منها فتفسد العلاقة الاجتماعية بين هذه المرأة أيضا الأخرى وبين زوجها أبناء وبناتي نقفز أيضا إلى حديث آخر ونصل إلى حديث آخر يرويه لنا سيدنا أبو قتادة رضي الله تبارك وتعالى عنه ونرى ما فيه من معان وأحكام مهمة جدا فإلى نص هذا الحديث عن أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ سمع جلبه رجال فلما صلى قال ما شانكم قالوا استعجلنا الى الصلاه قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاه فعليكم بالسكينه فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا والسؤال بين معاني مفردات هذا الحديث جلبه رجال ما معناها والجواب اي اصواتهم المختلطه حال حركتهم. ايضا ما شانكم؟ اي ما حالكم؟ ما معنى ايضا فلا تفعلوا؟ اي فلا تفعلوا العجله والاسراع. ما معنى اذا اتيتم الصلاه؟ اي اذا قصدتم وتحركتم لاتيانها، الاتيان هنا معناه قصد والحركه الى الصلاه. بالسكينه ما معناها؟ اي بالوقار والهدوء. فما ادركتم فصلوا، ما المقصود بها؟ أي فإذا فعلتم ذلك فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه هذا ما قسمه الله لك وما فاتكم فأتموا ما معناها أي وما فاتكم من الصلاة مع الإمام فأكملوه وحدكم ثم تأتي أيضا بعض الأسئلة في المباحث العربية ما شأنكم ما وجه إعرابها ما هنا خبر مقدم وشأنكم مبتدأ مؤخر يعني كان الم... مفترض أن يقول شأنكم ما أو ماذا استعجلنا إلى الصلاة السين أو استعجلنا إلى الصلاة السين والتاء هنا للطلب وما المقصود باستعجلنا إلى الصلاة أي طلبنا العجلة وقصدناها أو للصيرورة أي صرنا عجلين سؤال آخر فعليكم بالسكينة ما وجه إعرابها هنا أو الوجه الإعراب فيها الفاء في جواب إذا وعليكم اسم فاعل أمر بمعنى إلزموا والباء زائدة داخلة على المفعول به يبقى إذا عليكم هنا اسم فاعل أمر بمعنى الزموا والباء زائدة داخلة على المفعول به وقد ورد في رواية أبنائي وبناتي عليكم بالسكينة ويجوز رفع السكينة أيضا على أنها مبتدأ مؤخر وعليكم خبر مقدم وفي رواية فعليكم بالسكينة بالنصب فعليكم بالسكينة بالنصب على الإغراء بالنصب على الإغراء فعليكم بالسكينة. ثم هنا هذا الحديث تتعلق به بعض المباحث العربية وأيضا بعض المباحث الفقهية، المباحث العربية قد تعرضنا لها والمباحث الفقهية التي يرشدنا إليها هذا الحديث وتأتي في بيان أحكامه. أولا الأمر بحضور الصلاة بسكينة ووقار. ثانيا الآداب التي تراعى عند الصلاة. ثالثا بيان أراء الفقهاء في صلاة المسبوق وهذا الحديث مهم رابعا ما يرشد إليه هذا الحديث ما المقصود بحضور الصلاة بسكينة ووقار هنا حينما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أصوات وحركات أصحابه يسعون ويهرولون للحاق به في الصلاة وسماها الروي جلبة جلبة عن الصوت المزعج فلما سلم من صلاته قال لهم ما هذه الجلبة قالوا أسرعنا الخطى لندرك أكبر قدر من الائتمام والفضيلة فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تعودوا لمثلها ولا تسعوا عند إتيانكم الصلاة ولكن ائتوها وعليكم الخشوع والوقار في مشيتكم لها فإن أحدكم حين يذهب إلى المسجد للصلاة فخطواته كما لو كان داخل الصلاة له ثوابها فما أدركتم مع الإمام فصلوا معه وما فاتكم معه فاكملوه بعد سلام الامام من الصلاه. ما هي الاداب التي امرنا النبي عليه الصلاه والسلام ان نرعاها عند الصلاه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يرشدنا في هذا الحديث ويرشد امته الى اتيان الصلاه بالسكينه والوقار فاوصاهم بالتاني في الحركات واجتناب العبث والوقار يكون كذلك في الهيئه كغض البصر. وخفض الصوت وعدم الالتفات ونحو ذلك هذه كلها أداب أبنائي وبناتي يحتاجها وينبغي أن يراعيها الإنسان عند صلاته سؤال فقهي لا بد منه في مثل هذا الحديث ما هي أراء الفقهاء في صلاة المسبوق جاء الحديث في أكثر الروايات بلفظ فأتموا وفي بعضها فقدوا وبه استدل علماء الحنفيه احناف على ان ما ادركه الامام المأموم مع الامام ان ما ادركه المأموم مع الامام هو اخر صلاته يبقى اذا لو ادرك اخر ركعتين هما اخر صلاته فيستحب له الجهر في الركعتين الاخيرتين لانه قد فاته الركعتان التي فيهما الجهر فيستحب له الجهر في الركعتين الاخيرتين وقراءه السوره مع الفاتحه وقال الشافعية رأي الشافعية يختلف قالوا أن ما أدركه الإمام هو أولها أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول الصلاة لكنه يقضي مثل الذي فاته من قراءة السورة مع الفاتحة في الرباعية ولم يستحب إعادة الجهر في الركعتين الأخيرتين يعني الشافعية قالوا بأن الركعتين اللتين يدركهما الشخص مع, مع الإمام اخر ركعتين دول هم يعتبروا بالنسبه له اول ركعتين طب هيقضي الركعتين اللي فاتوا ماذا يفعل يقضيهما ولكن يقضي معهم السوره التي بعد الفاتحه ولكن لا يجهر في هاتين الركعتين استدل بعض العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا على أن من أدرك الإمام راكعا لم تحسب له تلك الركعة لماذا؟ لانه قد فاته القيام والقراءه ايضا وهما ركنان واختاره ابن خزيمه رحمه الله تعالى من علماء الحديث صاحب كتاب الصحيح والامام السبكي عليه رحمه الله تبارك وتعالى بينما ذهب جمهور العلماء الى انه بانه طالما انه ادرك الركوع مع الامام انه قد ادرك الركعه لقوله عليه الصلاه والسلام لابي بكره حين ركع دون الصف زادك الله حرصا ولا تعد ولم يامره باعاده تلك الركعه. ابنائي وبناتي هذا الحديث يبين ان المؤمن ينبغي عليه ان يحرص في صلاته على الهدوء والسكينه وان ياتي الى هذه الطاعه بهدوء وسكينه واستقرار نفسي لان هذا يساعده على الخشوع في الصلاه لان الانسان اذا جاء الى الصلاه وهو يسعى وهو يجري الى المسجد او وادرك الناس ودخل المسجد بهذه السرعه فان صوت قدميه يحدث ازعاجا للناس يؤثر على صلاه الناس، ايضا هو لم يكن مستقرا استقرارا نفسيا فحينما يدخل الى الصلاه يكون كل ما كان متعلقا به خارج المسجد دخل معه في صلاته فيظل يفكر فيما كان فيه قبل الصلاه، اما اذا اتى الى الصلاه بهدوء وسكينه واستقرار فان هذا ادعى لخشوعه، ادعى لكمال صلاته، الا يزعج الاخرين فيجعلهم ويساعدهم على ايضا ان يكونوا خاشعين في صلاتهم. ابنائي وبناتي هذه نماذج للامتحانات حاولنا بقدر المستطاع ان نجيب على هذه الاسئله. هذه نماذج تعينكم باذن الله تبارك وتعالى على ان تصلوا الى باب التوفيق باذن الله تبارك وتعالى، فيها باذن الله من المعلومات المفيده التي تحتاجونها باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله تبارك وتعالى لكم التوفيق والسداد والنجاح والعلا في الدرجات في الدنيا والاخره، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.